احنا جينا كل يوم باش نقولوا للجزائر احنا موجودين، احنا دائما في ساعة الحسم رانا واقفين مع بلادنا باش نديروا اللي واجب علينا، هو اننا نصوت تصويت شيء واجب على كل الشعب الجزائري. ويعني جيت اليوم نفوت، نتمنى من الشباب ان شاء الله يجيوا يفوتوا وربي يجيب لنا اللي فيه الخير الرئيس ان شاء الله، وتبقى البلاد مستقرة وفي امان. أنا راني جيت نأدي الواجب الوطني تاعي في انتخاب الرئيس اللي يكون بربي إن شاء الله يقود هذه البلاد للخير إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي الرئيس اللي انتخبناه عليه بربي إن شاء الله يكون في المستوى، وننصح الشباب تاعنا باش يجي يأدي الواجب الوطني تاعه وينتخب على الرئيس اللي يحبه هو ويشوفه هو اللي قادر يسير البلاد. احنا نكون نتمنى إن شاء الله تكون نسبة المشاركة قوية إن شاء الله. جئت لكي أنتخب بكل عزيمة وبكل قوة بكل روح وطنية. التسخير كان منذ الصباح الباكر، الدولة وفرت والسلطة وفرت جميع اللوازم اللوجستيكية من موارد بشرية وعتاد لازم لأجل إنجاح العملية الانتخابية. الحضور كان منذ الساعة 8 باكرا، وهناك حتى من أتى قبل الساعة 8 ليؤدي واجبه الانتخابي. العملية تسير على أحسن ما يرام وكل الظروف مهيئة.